ما شاء الله، هذا بنيان جديد. هذا عسل، هذا عسل ما شاء الله من بعد هني. بس مشكلة هذه الخلية الأولى اللي شلت البراويزها كلها. وهي ضعيفة شوي، ليش اني انا شلت البراويز من البداية، براويزها الاصلية والحضنة شلتهم كلهم، فخليتها كأنها طرد مرزوم. في حضنة بيض، ما في جديد. نبي نشوف الملكة، لازم اقص هذول السيور بعد، اشيلهم خلاص، لازم مفاجأة. هذه الخشبة حطيتها تسكير مسافة بس، وبنوا عليها أكثر من واحد.
عندي مكان واحدة ثانية سيدة ثانية. الخشيبة الصغيرة هذه صارت مشكلة، لزقوها وكيد الملكة هني. خلاص خليها شوي بعدين نتصرف معها. الخشيبة الجديدة هني